وللمزيد معنا من اسطنبول السيد عبد الله الاسعد الخبير والمحلل العسكري، اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الله. بدايه نبدا مع سقوط الطائره الروسيه، كيف سينعكس هذا الامر مع ينعكس امر تزايد الخسائر الروسيه في سوريا على القرار السياسي لموسكو وعلى الميدان؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حياك الله. يعني في الواقع هذا السقوط للطائرة سو 35، طبعا هذا السقوط يعني عبارة عن سقوط طبيعي، ويعني في هذه المنطقة القريبة من مطار حميميم على سواحل مدينة جبلة، تم يعني على ما يبدو هناك طبعا يعني لدى الطيارين يصبح لديهم شعور كاذب عندما يكونون قريبين من الأرض، وكانت هذه الطائرة قريبة من الأرض حسب تصريح يعني وزارة الدفاع الروسية التي قالت أنها سقطت نتيجة اصطدامها بطائر. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه طبعا من التقنيات والفنيات بالنسبة لسلاح الطيران، أولا أن السلاح الروسي يعني سلاح يعني ذو تصفيح يعني بكافة أنواعه، سواء كان عربات أو طائرات أو سفن، يختلف اختلاف كامل عن غيرها. والمرجح أن تكون هذه الطائرة سقطت نتيجة يعني قربها من الأرض، مما أدى لدى الطيار بوجود شعور كاذب لن يفرق بين السماء وبين الأرض، لذلك انقض وسقط في البحر. هذا الموضوع يعني لن يؤثر على القرار الروسي، لأنه طبعا ليس عملا يعني عمل قتالي تم مثلا إسقاطه بواسطة صاروخ، وإنما عطل يعني عطل إما فني أو عطل يعني من قبل الطيار كنشاط يعني بشري من قبل الطيار الذي يقود الطائرة. والمرجح بأن يكون سقط نتيجة قربه من الأرض، لأن الطائرين هنالك اليوم تصعيد في التصريحات ما بين الكيان الصهيوني وإيران، وهنالك أيضا تشابك مصالح دولية في سوريا. برأيكم هل نحن على أعتاب مواجهة عسكرية جديدة ساحتها سوريا؟ يعني الأطراف الآن الموجودة على سوريا لكل له أجندة. طبعا الفترة الأخيرة التي يعني عقبت الضربة الجوية الثلاثية من قبل بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وإن لم تكن يعني على المستوى المطلوب، ولو لم تكن يعني دمرت أو قضت على القدرة القتالية نظام الأسد، وإنما خلقت عبارة عن توازن في القرار وتوازن رعب بين الدول الثلاثة وبين روسيا التي كانت لا تريد الانصياع لموضوع جنيف. الآن روسيا وافقت على موضوع الانتقال السياسي الذي كان حجته بأنه ليست هناك أرضية في سوريا تجد وجود يعني الفصائل المتقاتلة. طيب. ولا بعد أن انتهت مرحلة الاستهلاك البشري إلى مرحلة توزع المصالح، أنا أتوقع الآن سترضخ روسيا وإيران، يعني وستكون روسيا ليست في الضفة التي تقف فيها إيران، وإنما ستقف في ضفة الحياد وستقلم بالفعل يعني أظافر إيران في سوريا. طيب. ليس من أجل السوريين وإنما من أجل إسرائيل التي يعني عثرت على كثير من الأسرار لدى التسليح الإيراني في سوريا وبناء المصانع الجديدة، وهذه ليست المرة الأولى. طيب. أستاذ عبد الله، إسرائيل تفضل. هنالك اتفاق للتسوية جديد بريف حمص الشمالي بين المعارضة وروسيا، ما الذي يجري هناك وما الغاية من أن تجمع المعارضة في بقعة صغيرة كإدلب؟ نعم، يعني نحن نقول هذا طبعا ما درسناه في التاريخ طبعا وعرفناه من خلال الدراسة، أن لحفظ الأسد مشروع استيطاني في دمشق. دمشق هي العاصمة، استطاع أن يبني حول هذه العاصمة من 2 إلى 3 أطواق من خلال توطين الشيعة في تلك المناطق المحيطة بقاسيون في منطقة حكم حافظ الأسد ومن ثم بشار الأسد. الآن إذا انتقلنا إلى سؤالك الذي تفضلت به بأن موضوع حمص من الذي يجري هناك، حمص أيضا هي تعتبر بالنسبة لبشار الأسد هي العاصمة التي يعني ينبع منها الخزان البشري الذي كان يرفض اللجان الشعبية والدفاع الوطني والشبيحة بإحيائها النصيرية الكاملة.
فلذلك يريد ايضا ان يهجر السنه المتواجدين بالقرب من ايضا بالقرى والبلدات الشيعيه المحيطه بريف حمص الشمالي كالرستن وتلبيسه والزعفران وغنطو وما حولها. طيب لذلك طيب ماذا عن الرستن مثلا؟ هل ستشهد خروج المعارضة إذا ما علمنا أن الرستن مدينة محصنة توجد فيها الكثير من القيادات العسكرية والضباط والمراتب؟ لا بالتأكيد هذا الموضوع تم الاتفاق عليه وسيخرج المقاتلين وخرج الآن، يعني اليوم أخبرنا أحد الضباط بأن يعني أهله خرجوا خارج المنطقة والبعض من الثوار طبعا سيخرجوا، لأن الضامن الشرطة العسكرية الروسية ليست يعني ذات ديمومة، سيدخل النظام يعني عاجلا أم آجلا سيدخل النظام وستدخل شبيحته بحجة إعادة المؤسسات المدنية إلى مدينة الرستن. فصحيح مدينة الرستن يعني هي مدينة محصنة وقاومت وأثرت على نظام الأسد وقطع الطريق الذي يمر فوق جسر الرستن، إلا أن الآن يعني كانت شروط الروسي شروط يعني مع النظام طبعا شروط قاسية وقاهرة طبعا، مما ادى الى خروج الكثير. الان خرجت من رستن وتلبيسة عناصر مقاتله باتجاه الشمال السوري باتجاه جرابلس وباتجاه عفرين، والغايه من حصر هؤلاء المقاتلين في تلك المنطقه طبعا هذا يعني جريمه حرب، وهي يعني وصمه عار على جبين المجتمع الدولي بان دوله يعني غالبيه سكانها 80% من سكانهم من الطائفه السنيه، طيب تهجير 80% من السكان من اجل شخص معتوه مثل بشار الاسد، هذه يعني فعلا وصمه عار في جبين المجتمع الدولي ومجلس الامن وكل المنظمات الحقوقيه. فهي طيب. الان عباره يعني لو سمحت لي استاذ الكريم، يعني هذه الحركه النصيريه الموجوده حاليا التي تدعمها ايران وروسيا هي حركه عنصريه تشبه الى حد كبير الصهيونيه التي عاملت الفلسطينيين بكل عنصريه على اساس القومية والدين والمذهب. نعم، كان معنا الخبير والمحلل العسكري السوري السيد عبد الله أسعد من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.